كان على طول يطلع دفاع نادي الدحيل. انطلاقه ثاني من جديد. المساكني يصوب. الله 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 الله، يا لها من خضراء، يا لها من خضراء، يا لها من تونس الخضراء، تونس الخضراء. ومن خلال يوسف المساكني يفتتح اول اهداف اللقاء بعد دقيقتين اثنين. حبيبي يا نور العين، من عارف يمكن يسجل هدفين من تونس الخضراء. حضر الى الدوحه ليلقي ويقد. اوه الفار، الفار ممكن يقول الغاء للهدف ولمسه يد على يوسف المساكني، ممكن. لكن هل جت في الايد في المكان اللي مش مسموح للاعب ان يلمس الكره بيه؟ هل لغايه الكم او التيشيرت من فوق كده ولا في اليد نفسها؟ لك نشوف، شوف الحرفي، شوف الثاني تحت ضغط، مفيش اوفسايد، اللعبه حلوه قوي 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 قوي. الله 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 الله، اغلى الكؤوس، اغلى الكؤوس ومفاجاته، اغلى الكؤوس وروعاته. تقدم العربي وعاد الدحيل بكره عرضيه مثاليه. اولونجا الباش مهندس الكيني، هداف الدوري الياباني، هداف الدوري القطري، هداف دوري ابطال اسيا، يسجل هدف اول، هدف التعادل. الرد جاء سريعا، جاء قويا، جاء عنيفا من فريق نادي الدحيل ليسجل من كره عرضيه. روعه روعه روعه. يا سلام على المعز، يا سلام على المعز، نجم كبير جدا جدا، يعمل عرضيه مثاليه على الايمن البعيد. الحقيقه جاسم جابر سمح بعمل الكره العرضيه، ومدافعي النادي العربي سمحوا لأولونجا لوحده تماما. كيف يترك، كيف يترك حر طليق وهو وحده يساوي فريق عندما يقدس المعمارية على مستوى العالم كله؟ انطلاقة تاني. يا ولد يا كرة القدم ومتعتها، يا كرة القدم وإثارتها. نتحدث عن أسطورة معمارية هي زهى حديد المهندسة العراقية ابنة الموصل، إلا وكان لابن تونس الخضراء بصمة جديدة وسريعة. ما هذا اللقاء الممتع، ما هذه الإثارة. العربي يعود من جديد ويضرب بيد من حديد، لكن إيه الرؤية الجميلة دي؟ إيه يا مسكني ده؟ إيه اللي أنت عامله ده؟ سجل الهدف الأول. قلت له حبيبي حبيبي يا نور العين، هل هتقدر تسجل هدفين؟ والله وجاني الرد، وجاني الرد، جاني ولقيتها بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا أسمراني. هي بتضحك للأسمراني، ابن تونس الخضراء النجم الكبير يوسف المساكني يسجل الهدف الثاني. صوب 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 صوب، سجل، صوب 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 صوب، سجل. العنوان باين، الهدف باين من عنوانه، الجواب باين من عنوانه. المعز يبحث عن ثغرة وجاءت هدية إلى كوتينيو ليسجل نادي الدحيل الهدف الثاني. أي مباراة، أي مباراة ممتعة، أربع أهداف حتى الآن. شوف الضغط اللي عامله نادي الدحيل، شوف الاستخلاص الجميل. أولونجا إلى المعز بهدوء، بثقة، بتأني. أقدام لعيبة الدحيل تغني، وكوتينيو يسجل. هل كان في لعيب في موقف تسلل أثر على دفاع؟ هل إسماعيل محمد رقم 7 أثر على مدافع العربي؟ يعني اسماعيل محمد كان في موقف تسلل والكره بتتعمل بالعرض، لكنه لم يشارك فعليا في المباراه. لكن هل تواجده اثر على قرار مدافع النادي العربي واصبح التشتيت؟ بطل كاس الامير وبطل السوبر القطر الاماراتي، فرصه للدحيل الثالث، الثالث. اولونجا الخطير، اولونجا العظيم، هداف الدوري العام الماضي، هداف الدوري العام قبل الماضي، هداف دوري ابطال اسيا، يسجل ثاني اهدافه. اولونجا الكل يخافه، ليتقدم الدحيل لاول مره في المباراه 3-2. تقدم العربي بهدف، عاد الدحيل، ثم سجل العربي ثاني هدف، عاد الدحيل. هذه المره الدحيل يتقدم بالهدف الثالث. اولونجا رغم انه بيلعب برجله الشمال، لكن
لكنه سجل برجل اليمين. هو عنده الخبر اليقين. يا عيني على الهدف الجميل. تكتيك على أعلى مستوى من كوتينيو إلى سمعة إلى أولونجا مع خالص تحياتي. 3-2 بصراحة. الدحيل أفضل، الدحيل أحسن، الدحيل أخطر. العربي، وأنا قلت لكم أنا مستغرب إيه حالة الكسل اللي عند اللاعبين الغريبة دي، غريبة جدا. بدلاء الدحيل فرحانين وجالتي تكتيك عمل غير انضباط عالي جدا ما بين الفريقين. وهنا لدينا جونزالو 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 جونزالو. الله، بدأت الحكاية وسجل بغداد. بدأت الحكاية وسجل بغداد بنجاح أولي أهداف الزعيم. تأتي الآن عند الدقيقة 20. لم يتوانوا، نعم، مرور أتى في الجهة اليمنى، وبعد ذلك هو هدافهم. هو يعرف طريق المرمى، هو يسجل في كل لحظة تسنح له الفرصة، وبذلك يضع الآن السد في المقدمة عن طريق بغداد بنجاح. يسجل أول أهداف المواجهة بعد العمل والمرور في الجهة اليمنى. هذه الكرة التي وصلت، وهذا المرور، الله، على الإكوادوري. مر، وبعد ذلك ترك وحيدا بخمسة أسماء بكثافة عددية. كيف سجل بغداد؟ لأنه يحمل من الذكاء الكبير والكثير، ولذلك استطاع أن يضع لدينا الزعيم. شوف عكس اتجاه البكري من أمام اثنين مدافعين، حطها وكأنما يمرر في المرمى ويقول له خذ أحد أهدافي، وبالفعل يفعلها الآن الزعيم ويتقدم باعتباره في هذه المواجهة. ومن البداية ينتظر نايف القادري قرار حكم الفيديو الآن على هدف الغرافة الثاني. بانتظار القرار. إذا ما كان هنالك، يعني هل استند اليانكو على اللاعب وعلى المدافع عبد الرحمن في هذه اللقطة وسجل الهدف، أم أن هذا الالتحام يبدو طبيعيا بالنسبة للكثير من الحكام؟ هذا الالتحام يبدو طبيعيا. هذه اللقطة، هذه المحاولة، وهذه هي الكرة. وبالنسبة لحكام آخرين أيضا فقد يبدو هذا الالتحام فيه خطأ، وبالتالي حكم المباراة قد يعود إلى تقنية الفيديو لتقرير الحالة وتقديرها. نعم. أنا أقول برافو لحكم الفار، برافو لحكم الفار، لأن كثير من الحكام يقول لك خلاص قرارك.
كلامك سليم، روح كمل اللعب وتوكل على الله. لكن هذا الحكم الموجود على الفار حاليا يقول لك هذا الالتحام ربما يكون التحاما عاديا في هذه اللقطة، وبالتالي تعال يا نايف وأنت لوحدك قرر الحالة. اليانكو يحتفل، اليانكو يحتفل، اليانكو في أرضية الميدان يحتفل وكأنه على ثقة كبيرة بأن حكم مباراة اليوم سيحتسب الهدف، سيحتسب الهدف، وبالتالي ينتظر هو وبقية الزملاء قرار تقنية الفيديو أو قرار حكم المباراة. خلاص وصل قرار تقنية الفيديو أو حكم الفيديو بانتظار قرار حكم المباراة نايف القادري، بانتظار قرار نايف القادري. بالنسبة لي شخصيا أقولها بأن هذه الكرة هدف، نعم بالنسبة لي شخصيا أرى بأنها هدف، هي كذلك. من جديد لمصلحة الغرافة، الله الله الله، وبعد ذلك التمريرة في غاية الروعة وكرة في الشباك يعلن من خلالها عن ثالث الأهداف لمصلحة نادي الغرافة. الآن ثلاثية نظيفة للفهود في شباك صقور برزان أعتقد بأنها حسمت. خلاص خلاص 73 دقيقة. لا 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 لا. خليفة أبو بكر يفتح أبواب العودة في لحظة الحديث عن الحسم. يأتي اللاعب لوكاس إدواردو ويسجل هدف تقليص الفارق. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذا الخطأ من خليفة أبو بكر والتصدي من إدواردو الذي يسجل هدف التقليص. جواو ظهر بصورة مميزة، كرة ملعوبة خطيرة جدا وهدف تقليص الفارق. مرة أخرى أم صلال يعود لإنعاش الأمال، يعود لإنعاش الأمال وهو منقوصا، نعم منقوصا لخدمات علي عفيف. يسجل الهدف عن طريق البديل عبد الله خالد. عبد الله يعود بالنتيجة. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا بعد ذلك المتابعة وفي المرمى، في المرمى، في المرمى، عبد الله خالد يسجل هذه الكرة. ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها. ومين اللي سكر على الوضع كله؟ دامي تراوري، دامي تراوري، دامي تراوري، محظوظ، محظوظ بيدرو مارتنز. غرفاوية عن طريق القائد ياسين يدخل إلى المنطقة، تسديدة، خلصها، 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 خلصها. هدف من ياسين إبراهيمي، هذه كرة ياسين وتسديدته بعد ذلك في شباك الحارس لاندينغ باتجي أنهت كل الأمور في الدقيقة 15 من الوقت بدل الضائع لتقود الغرافة إلى الدور نصف النهائي بانتظار الفائز من مواجهة الريان وقطر. حقيقة يشكر أم صلال على كل الأداء الذي قدم من خلال أحداث هذه المواجهة. هذه المخالفة نفذت عالية رأسية، إبراهيم ماجد يأتي بأول أهداف الملك، أبطال الماضي البعيد، أبطال اللقب.
يبحثون عن إعادة الأمجاد. شوف الكرة أرسلت وإبراهيم ماجد يحاول كرة في شباك فهد يونس، 1-0 للملك وبرأسية إبراهيم ماجد. إبران أرسل الكرة بكل دقة على رأسية إبراهيم ماجد، هدف أول يأتي في اللقاء، هدف أول يعطي التقدم للملك القطراوي، هدف مقابل لا شيء. وبعد مرور ربع ساعة أليكو وأدخل بعد ذلك اللي هو بيريرا لكيبولي. لو جات من غيرك كان هانت يا بولي، أما منك أنت وما من ريان ياهي كبيرة. بولي يأتي بالثاني للملك القطراوي ولا يحتفل بأخطاء الدفاع يصل الملك إلى مرمى الريان، وهذه المرة عن طريق يوهان بولي. 2-0 دفاع رهيب، علامة استفهام وأخطاء بالجملة، وبعد ذلك السابق القطراوي الحالي يوهان كرة محاولة مرور بعد ذلك تسديدة وكرة هدف عودة الرهيب، هدف عودة الريان قبل أن ينقضي شوط اللقاء الأول. روجر جدا يملك الحال، وفي الوقت الصعب شوف الكرة جات من بيريرا، من أجل هذا جاء به جارديم، وبعد ذلك وضعها روجر جيديس لكي يقلص الفارق. 2-1 الرهيب لا زال حاضرا، الرهيب لا زال يتواجد. على ما قل يبحثون بهذا التوقيت عن تقليص الفارق من أجل أن يعودوا. رجل يبحث عنها، وصلت لدى حازم، حازم لعبد العزيز حاتم يعليها وبيريرا. الله، عاد الرهيب، عاد المهيب، عاد الريان، عاد الأسد. يا سادة، الأسود تزر، الأسود تزر وتعود. شوف العكسية، بيريرا 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 حطها إلى رودريجو، قال له حطها بس، حطها بس لكي يعود الرهيب، لكي يعود المهيب، لكي يعود من برونو تاباتا بعد التحقق من الفار. فرصة للتاريخ يا النوبي، برونو تاباتا يقابل فهد يونس.
طرف اثنين يقتربون أكثر، يقتربون من الدور النصف النهائي. ومن أمام الريان ورقة صفراء لبرونو تاباتا، يستذكرون يتذكرون نادي قطر أمام الريان. الليلة ربما يكون الانتصار. الأغلى الأغلى، ليس بعد ليس بعد ليس بعد. الله 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 الله. بوفال، يا لهذا الجنون، يا لهذا الجنون. بوفال يعود بالريان، من جاء متأخرا لهذه الليلة هو من يعيد الريان. بوفال وين من بدري، وين من بدري يا جارديم، وين من بدري يا جارديم. أيترك مثل هذا، أيترك مثل هذا عدك يا بوفال. بوفال حاتم لسفيان بوفال، بوفال مررها ذكية ريانية، خلصت خلصت خلصت. ألف بعدها لام، ثم را ثم يا ثم بعدها تختم ألف نون كلمة. ما غاب ذكرى، لجل يحتاج لحياة. رهيب ويرسخ وسط الباب واسمه الريان ياتي بالرابع وفي مرمى. هكذا هكذا وضعها خافيير مارتينيز أمامك إلى سيد يزهر. وشلون ما تخطي أمامك إلى سيد يزهر، وشلون ما ترتبك. أمامي استلام حاضر، كرة موجودة، ومالونجو والدفاع يبعدها، الدفاع بعدها. بدر بنون مر راح، وين 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 وين. الله لا 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 لا، غير معقول غير معقول. لا أتحمل كذا، والله كثير كذا، والله كثير. وعادوا وعادوا 4-4 يا عالم، 4-4 يا ناس. بنون وبرونو رجل المباراة لا يتخلى عن مباراته، رجل المباراة لا يتخلى عن ليلته. مين عباسي؟ رجل وساطع، رجل وساطع ساطع، يتصدى لركلة الترجيح، لكن ممكن ممكن تنعاد ولا ما تنعاد. الآن نشوفها، صادها صادها صادها، صاد العباسي كرة روجر جينيز. والآن خافيير مارتينيز، بعد أن أضاعها روجر، خافيير يعطي التقدم، يعطي التقدم للملك. ركلة ترجيحية موفقة من خافيير مارتينيز، ومع الكرة بزاوية أرسل فهد يونس على الزاوية الأخرى. التقدم الآن يأتي للملك وجماهيره تسعد في الوقت الذي أضاع روجر ركلة الجزاء. الآن الركلة الترجيحية الثانية للريان، رودريجو مورينو وساطة، رودريجو وساطة، رودريجو سجلها سجلها، رودريجو يسجل الركلة الثانية
يضعها بالقدم اليسرى، اتجه إليها سقط إلى عباسي، لكنها كانت أسرع وكانت متقنة. بدر بنون من كان له دورا كبيرا في كرة الهدف الرابعة الذي جاء بها برونو تاباتا. بنون الآن من أجل ركلة جزاء ثانية تأتي للملك، الكل يترقب الكل ينتظر. بدر بنون وفهد يونس في ركلة ثانية الآن للملك القطراوي، بعد أن نجحوا بالأولى كيف تكون أمور الثانية؟ فهد يونس وبدر بنون، الريان يبغى فهد يجيبها والملك يريد بدر. بدر بنون يأتي بالثانية، أصبحت الآن 2-1، ركلتين بركلتين، لكن الريان أهدر وحدة وقطر نجحا في هالركلتين. الآن هالركلة الثالثة بيريرا، هالركلة الثالثة بيريرا، هالركلة الثالثة بيريرا، يقابل صادق عبد الناصر، ضغوطات حاضرة على بيريرا لأنه يعلم أن فريق أهدر ركلة. بيريرا وساطة، بيريرا ينجح، بيريرا ينجح، ينجح بيريرا، ينجح بيريرا، ويتجه إلى فهد يونس لكي يطالب بالتصدي لهذه الركلة الثالثة، ثالث الركلات الآن الأفضلية للملك القطراوي الذي تساند جماهيره. الآن تاباتا قدم مباراة ولا أروع، قدم مباراة ولا أجمل. تاباتا يكمل نجوميته ويضع الثالثة ويستمرون في التقدم 3-2 من ثلاث ركلات، 3-2 لنادي قطر على الريان، يقتربون من الذهاب لمواجهة الغرافة في الدور النصف النهائي. ماذا لديك يا تاناغوتشي؟ ماذا لديك يا تاناغوتشي؟ ملامح ربما يكون فيها أمرا، لكننا ننتظر. تاناغوتشي وساطه، تاناغوتشي وضعها، ويبقى الريان، يبقى الريان الرابعة. يقول له يا فهد يونس جيبها، يقول له، يقول له جيبها يا فهد يونس، الرابعة الآن لنادي قطر لدى إبراهيم ماجد، من قص شريط البداية لثمانية أهداف. حضرت وتواجدت في ملعب اللقاء، حضرت وتواجدت في ملعب اللقاء. الآن إبراهيم ماجد وفهد يونس، لقطة هامة في اللقاء، لقطة حاسمة في اللقاء. إبراهيم يقرب الملك، يقرب الملك، 4-3، 4-3. إبراهيم ماجد يقرب الملك. بوفال أما أن يبقيها كما عادها، وأما أن تنتهي لنادي قطر للقطراوي. الآن سفيان بوفال، سفيان بوفال من عاد الريان في وقت العودة. بوفال نجح وسجل الرابعة، لكن الآن هنالك لقطة حاسمة وأخيرة. الآن علي عوض، علي عوض من أجل عبور تاريخي للملك، علي عوض من أجل ليلة للقدر.
هناك لمواجهة الفهود وإلى الدور النصف النهائي. والله زمان يا الأصفر والأسود، زمان زمان يا القطراوي زمان، وصلوا إلى الدور النصف النهائي بعد مباراة دراماتيكية رائعة مجنونة، وسيناريو حسم بركلات الترجيح. تهانينا للملك وعشاقه، هارد لك لأمة الريان، هارد لك لجماهير الرهيب، لجماهير المهيب. انتهت هذه الليلة واحدة من أجمل الليالي في كأس سمو الأمير، ولا زلنا ننتظر القادم وننتظر الأجمل في دور النصف النهائي.